السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأحبائي، بقالنا فترة بنسمع شكاوي كتير من المبتدئين في تربية البادجي أو عصافير البادجي أو طيور الحب في العموم. الكلام النهاردة هيبقى عن حاجة مخصوصة وهي التوالف. كتير من المبتدئين في تربية طيور الحب بيكلموني وبيبعتولي العصافير عندي مش راضية تتزاوج، الكوكتيل مش راضية تتزاوج، مفيش تحضين، في قلش، في إجهاض للطيور. فقلنا كده نبدأ معاكو في سلسلة جديدة من سلسلة التربية للمبتدئين. أول حاجة هنتكلم عليها هي التوالف أو التزاوج أو الطائر يرضى بالأنثى بتاعته أو الأنثى ترضى بيه يعني. طيب هنتكلم هنا عن حاجة اسمها فسيولوجية أو نفسية الطير بتاعنا، يعني نفسية الطير. لازم الطير نختاره من حد يكون غاوي كويس أو بتاع عصافير يكون عنده ضمير ويكون الطير عنده بحالة جيدة، مش مليس، يكون بيطير في القفص ونشط، يكون شهيته عالية، يكون ريشه بيلمع، ريشه مش متساقط، ما عندوش أي عائق في رجله، لأن أوقات بيبقى الطير رجله فيها مشكلة فما بيتجوز، وده بعد ما الأنثى بتبيض ما بتلاقيش فيه كسر، رغم إن الطائر بيحاول يكسرها قدامك وإنت عشان مبتدئ ما بتبقاش عارف الموضوع ده. طيب احنا دلوقتي رحنا واخترنا الطير بتاعنا من حد محترم وجبنا قص عصافير او زوج عصافير محترم، لازم توفر لهم مسكن اللي هو القفص بتاعهم يكون مناسب، يكون واسع مش ضيق عليهم يخنقهم. اعتبر الطير زيك بالظبط، هو الطيور اصلا عايشين في الطبيعة بيطيروا ويروحوا ويجوا في دنيا واسعة جدا، فانا بقى ما اجيبهمش اعزلهم واحبسهم. لازم يكون المكان القفص كويس، الاختيار بتاعه يبقى جيد التهوية ولكن الهواء ما يبقاش موجه ليهم، ما حطهمش في منطقة حر على الآخر، وإذا كان أنت نفسك بتحب تقعد قدام المروحة وقدام التكييف. لازم كمان المية بتاعتي تتغير بشكل مستمر، المية ثم المية ثم المية، عشان البكتيريا والطحالب والحاجات المضرة بالطير. كمان ما ننساش الوقافة أو الغصن اللي هما بيقفوا عليه اللي أنا بحطه في القفص يكون ثابت ويكون مناسب لرجل الطير عشان ما يوجعهاش ويتم التزاوج، ما حطش البتاع بتتهز كده ولاقي الطير بتاعي بيقع من عليه. تنوع الغذاء ده شيء مهم جدا. طبعا لازم البنكم والفلارس والدنيبة، ده شيء أساسي، ولكن انت لو فضلت تاكل لحمة كل يوم هتزهق منها. لازم حضرتك تأكل قمح، تأكل شعير، ذرة عويجة، بيض مسلوق، طبعا كل الحاجات دي بتبقى طرية. لازم أأكل مستنبت، لازم أأكل خضروات متنوعة زي الخس والجرجير والبرسيم والسبانخ. طبعا كمان المية ما ينفعش أحطها له تبقى سخنة نار، لا لازم المية تكون كويسة. كمان لازم أنظف بشكل مستمر جدا العش بتاع العصافير بتاعتي والقفص نفسه. لازم القفص بيبقى عندك كده سكينة زي بتاعة الدهان، بنجيبها وبنعمل بيها الأرضية، بنغسل على طول الإدراج بتاعته، القفص بنغسله أو بنمسحه بديتول أو بمواد بنجيبها من عند الدكتور البيطري عشان خاطر ضد الحشرات وضد الفاش زي الإكسوميسرين، ده كويس جدا ومش ضار للطيور بتاعتنا. أتأكد من خلو المكان من النمل والفاش، لازم نتأكد. أو هحط لكم، أنا كنت عامل خلطة طبيعية من الخل والثوم، عامل فيديو عنها، هحط لكم طريقة القضاء على الفاش برضو للمبتدئين نقدر نشوفها. كمان أركز في موضوع صوص الريش والريش اللي بيقع بعد نموه، كمان الزغلول اللي ما بينموش، الزغلول بتاعي مش راضي يطلع من العش ولسه صغير رغم إن ده بيبقى الاكل قليل بتاعه. كمان نركز على ان النتاية بتفضل قاعدة في العيش فترة كبيرة والبيض ما بيطلعش،
انت لازم تبقى عارف ان هي باضت وعدى عليها مثلا لغاية 18 يوم 20 يوم، لازم تتابع عشان خاطر ما تفضلش راقدة على الفاضي واعرف سبب عدم وجود كسر او سبب كبس البيض. وكل الحاجات دي هنعملها في حلقات بشكل جديد تاني متتالي. كمان ما ينفعش اسيب النور منور بشكل مستمر. الحياة الطبيعية بتاعتهم ان في نهار وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لازم يبقى في نور شغال ليهم وبعد كده نطفيه بالليل او نعمل لهم وناسة صغيرة كده عشان خاطر برضو نريح الطيور ما يبقاش عندهم اجهاض. كمان عنقود البيض عند الانثى بيتكون من قعادها جوه العش، ولازم عشان تجهز الموضوع ده لازم العش يبقى مظلم. سبحان الله، يعني شوف وجودها في العش بيخليها تكون عنقود البيض وفي الضلمة مش في النور. كل الحاجات دي لازم اتأكد منها للطير بتاعي بشكل مستمر. كمان لازم اريح الطير بتاعي، يعني انا مثلا في الفترة ديت مريح الاناث ومريح الذكور، حاطط دول في سلاكة كبيرة او في حاجة اسمها مطار بنسميها، وحاطط الاناث وهنتخب لهم اناث جديدة تكون حجمها كويس وتكون واكلة كويس وصحتها كويسة، مش مليسة، واكلة كويس وصحتها كويسة واخدة املاحها المعدنية. هبدأ احطها امتى؟ مع دخول المدارس، بيكون الجو معتدل وبيكونش حر. يا ريت يا جماعة الحاجات دي كلها نستمر عليها عشان انقاذ الطير. كمان الطير بتاعنا لازم بعد ما يبيض نتابعه عشان موضوع الافتراس. احنا فترة الحضان بتاعت الام والاب ليهم 28 يوم، ده نبقى حاسبينها. بعد كده بنلاقي في عصافير زغاليل بدأت تطلع، الزغاليل دي بتبقى مسابقة، بنبص عليها الريش واللي تحت الجناح بتاعه كمل ونلاقيه كده بدأ ياكل، نشيله بسرعة عشان انت بتصدم في الاخر لما تلاقي الام معورة، لان العصافير بتبقى عايزة تمشيهم عشان تعمل بيت جديد. فاحنا لازم نركز جدا ونفطم في الوقت المناسب. هحط لكم برضو فيديو الفطام. ايه كمان؟ ننظف العش بعد خروج الزغاليل واثناء وجود الزغاليل، يعني بعد 10 ايام ننظف العش وهكذا عشان خاطر الاخراج والحمام بتاعهم بيلزق فيهم. كمان عشان ما بقاش فيه حشرات ونرش اكسومسرين تحت الدرج بتاع العش وننظف العش وفي الجوانب. اتمنى يكون الفيديو مفيد للاخوة المبتدئين ومفيد للعموم، وما تنسانيش في الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.